ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة خلال شهر نوفمبر من عام 2019 بنحو أكثر من 897 مليون ريال لتصل إلى 380 مليار ريال قياسا بأكثر من 303 مليون ريال حققتها خلال نفس الشهر من عام 2018. يذكر أن موجودات مؤسسة النقد الخارجية ارتفعت بقيمة أكثر من 41 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي لتبلغ نحو أكثر من 1919 مليار ريال. لا.